بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من على أرضية هذا الميدان، من ميدان الطايف، من عروس المصايف، ضمن ختام مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، انطلق قبل قليل شوطنا السادس الخاص بالقعدان، اللقاية وزان اللقاء مع اشواط اللقاية. اذا متابعينا الكرام، المقدمة والصدارة هنا شعار ناصر بن شافي بن محمد المري، يقدم لنا السنافي، يقدم لنا السنافي. بينما المركز الثاني، مرحبا يا ابو خالد، مرحبا بمتعب، متعب حضر وحضر شعار السلي عبد العزيز بن معلا بن عليان السلي، بمتابعة نايف بن صلاح الحربي، يتقدم بوتركي في عملية التضمير. بينما المركز الثالث، القدوم من مصيحان حمد بن عبد الله بن راشد بن قرح، يتحرك مع انطلاقة مصيحان. بينما المركز الثالث او عفوا الرابع، مرحبا يا بن قبعان، وصل بن قبعان مع مبلش عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري، يقدم لنا مبلش. المركز الخامس، من تسلل بدوره الى المركز الرابع، الى المركز الثالث، الى المركز الثاني، شعار بشير بن بزاع الجمري، يقدم لنا شعاره، ويقدم او عفوا في هذه اللحظات حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم لنا شيميم على او الشميمي، يتحرك بشعار الوهيبية. هكذا كانت النتيجة مع الخمسة المراكز المتقدمة. نداؤنا الاول اتممناه على مسامعكم، ولكن متعب يا ابو خالد، متعب عبد العزيز بن محلا بن عليان السلي، يقدم لنا شعاره، ويقدم قدم لنا متعب مع المركز الاول. بينما المركز الثاني، وصل شميمي حضر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، ينطلقون ابناء سلطنة عمان مع انطلاقة شميمي. بينما المركز الثالث، وصل انيق سالم بن رملي بن محمد العامري، والقدوم من الغزال محمد بن سالم بن بخيت المري، ينطلق على مستوى المركز الرابع. يا الاسماء، يا الشعارات، اني ارى شعارات خطيره، وارى شعار محمد فايز بن طالب بن شريم، وشعار البطين، وشعار فالح او عايد بن حماد الفايدي مع بارود. ولكن العوده الى مقدمه الشوط، الى بن شريم
بشرم الى بشرم مع الفايز مع الفايز ينطلق شعار محمد بن فيصل بن طالب بشرم. ولكن ابني عجايب ابني عجايب وصل البطين وصل ابو عبد الله وصل ابو عبد الله واحد من اقوى الشعارات الخطيرة والمثيرة في عالم سباقات الهجن. ومن كان له نصيب الاسد في هذا المهرجان انطلق ابو عبد الله مع متعب متعب علي بن عبد الله بن علي ال فهيدة المري ينطلق ابو عبد الله. ولكن مهرجان مهرجان محمد بن وليد العواجي وصل مع مهرجان مهرجان. ولكن متعب متعب ولكن اني ارى الاعصار الاعصار رامكو بدا يتسلل من مركز الى مركز مع مهرجان مهرجان محمد بن وليد بن حاتم العواجي العنزي منتزعا وخاطفا نوماسي هذا الشوط. والنقطة الثانية لهذا الشعار الكبير شعار شعار العواجي مع مهرجان. والنقطة الثانية في هذا الصباح الجميل وسلام إلى أبناء النعرية إلى أبناء المملكة العربية السعودية وإلى النعرية السلام إلى النعرية السلام. مشكور يا أبو وجدان مشكور مشكور على هذا الفوز والانتصار مع مهرجان مهرجان محمد بن وليد بن حاتم العواجي العنزي منتزعا وخاطبا نواس الشوط. المركز الثاني شعاري بن شريم محمد بن فيصل بن طالب بن شريم المري مع الفايز. المركز الثالث المركز الثالث شعار هذه اللحظات شعار سعدون بن تغيم الشمري مع الخليجي. المركز الرابع شعار البطين علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا والنوماس لمالك مهرجان محمد بن وليد العواجي العنزي منتزعا وخاطبا النوماس هذا الشوط مع مهرجان محمد بن وليد بن حاتم العواجي العنزي منتزعا وخاطبا النوماس هذا الشوط. النقطة الثانية يا ابو وجدان تهانينا والنوماس لك الثابت على هذا الفوز. 6 دقائق 16 ثانية 45 الجزء الثاني هكذا توقيت مهرجان. بينما المركز الثاني حضر شعار الفايز محمد بن فيصل بن طالب بشرم المري 6 دقائق ست دقائق 19 ثانية و 87 الجزء الثاني هكذا توقيت الفايز. المركز الثالث شعاري متعب علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري شعار البطين 6 دقائق 21 ثانية و78 الجزء الثاني هكذا توقيت هكذا توقيتي متعب حضر على المركز الثالث. المركز الرابع شعار المركز الرابع متعب او الخليج سعود سعدون بن تغيم الشمري حضر على المركز الرابع. والمركز الخامس تايب ديب بن مرسل بن ديب الرزق اليامي حضر مع تايب على المستوى المركز الخامس. اذا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا ونوماس لمالك مهرجان محمد بن وليد بن حاتم العواجي العنزي منتزعا وخاطف النوماس هذا الشوط. ومشكور يا ابو وجدان مشكور عبد الله الثابت تهانينا والنوماس لك ابو وجدان. والنقطة الثانية لهذا الاعصار ارامكو تهانينا والنوماس لجميع الفائزين. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء شوطنا القادم وسابع اشواطنا في هذا الصباح الجميل للبكار اللقايه والزميل المعلق المبدع دائما وابدا عايش بن فهيد الشمري واصفا ومعلقا على مجريات شوطنا القادم. نتمنى لها التوفيق. Yeah.